أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال أمام وسائل الإعلام أمس السبت أن بلاده تعتزم حل الحرس الرئاسي، موضحا أنه لن يكون هناك حرس رئاسي وليس هناك سبب لوجوده ولا تحتاج تركيا إليه. يذكر أن الحرس الرئاسي التركي يضم نحو 2500 عنصر، تم اعتقال 283 منهم على الأقل حتى الآن على خلفية الانقلاب الفاشل الذي وقع مساء يوم الخامس 15 من يوليو.